سام دائما ما كرسي الضيف يختلف عن كرسي المقدم، اليوم شعرت بالرهبة من الأسئلة؟ اي لا اليوم تختلف من انت ضيف تختلف عن انت مقدم. شنو الاختلاف؟ اختلاف جذري، انت كنت تقود الان يعني اكو شخص يقود الدفة وهو اللي يسألك عن تفاصيل ومواضيع، اذا هنا قضية انقلبت. ممكن لما تكون انت مقدم اكو اشياء ما تقدر تحكيها، بس لما تكون ضيف تحكيها تقدر. شو يتابع حسام الدراج برمضان؟ برمضان اتابع والله يعني برامج الرياضية صراحة، وماكو فد برامج يمكن يعني ممكن يعني اكو برامج اللي هي مسلسلات فقط. مارس كرة القدم؟ اي. شنو مركزك؟ انا مهاجم. لعبت سابقا؟ انا طبعا فرق شعبية بشارع فلسطين، منطقتي طرق والجسور، يعني بطولات ولعبت دوري ولعبت خماسي ولعبت شاطية، منتخب شاطية. فريق الشعبي؟ احنا يعني هو يسموه حي الطرق والجسور، منطقتنا شارع فلسطين هذا فريقنا الشعبي.